اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ شلونكم؟ خلصتوا يوم معكم عبد الرحمن، واليوم جايب لكم الحلقه الثالثه، الرابعه بس صارت الثالثه بسبب الحين بعلمكم ليش. الحلقه الثالثه من اللي هي المود باك ماجيك فارم 3. تسالون ليش تقول الحلقه الرابعه بدايه؟ لانه سويت اشياء خفيفه كويس، اني ما سويت كوستات. هذا جدا شيء كويس. الحلقه اللي راحت كانت كلها استكشاف تقريبا، بس بالغباء اكتشفت اني كنت ضغط ميوت. سويت هذا البيك اللي هو الالمنتوم بيكاكس، اللي بالحلقه سويته اني رحت قعدت ادور المنطقه هذه، فحصلت دقيقه، حصلت هنا فيليج. اوكي، فشيء كويس، حصلت فيه بعض الاغراض واخذتها. وغير كذا احب اشكركم على اللايكات اللي قاعد يوصلها بالسلسله، ف يب نستمر على هذا الشيء الجميل. واشكركم ان شاء الله في كل حلقه. ايه زي كذا، فهمتين ايش فهمتين؟ بنقلنا ولا ايش فاهمين يعني؟ يعني كويس وزي كذا. طيب، لقيت الاشياء اللي لقيتها بالفيلج هذه، الاشياء زي الاوبسيديوم بيلد مدري ايش والاشياء هذه، فسويت البيك هذا اللي هو الالمنتوم. كيف فرق مياه الالمنيوم؟ هذا هو الالمنتوم اللي تسويه عن طريق انك تخلط الالمنيوم اللي جانب الكوست حق الحلقه الثانيه اللي جانا 8 حبات، والايرون والابسيديان. الابسيديان طبعا جبته من هذا الشيء اللي هو زي الابسيديان مدري ايش تحصله بالفيليج، والايرون نفس الفكره من هذه الاشياء. وسويت لي بكاكس، بس الحين باقي لنا تقريبا التحدي اللي راح، اللي هو هذا ما سوينا لسه، لان الحلقه اللي راحت قلت لهم اني بش اسمه بروح اجمع جولد وبرجع لكم، ولقيت جولد وجمعت جولد. يوم جيت برجع واكتشفت انه ضغط ميوت، بس يعني هذه كل السورة. فجمعت الاغراض هذه، لان البك هذا يكسر، يعني زي ما قلت لكم انه يكسر الاشياء هذه، مثلا يكسر الكول، يكسر اي شيء، فاهمين؟ فشيء جدا كويس. اي، وسويت البيت هذا، هذا البيت سويته قبل الحلقه الثالثه طبعا، ف يعني بيت كذا محندق صغنن. اشتغلت على الديزاين اللي برا يعني شوي، بس اللي جوا ما اشتغلت ولا شيء، فلسه ما راح نقلبه شيء لين نضبط كل وضعنا ثم ننقل على جوا. ف خلونا نبدا بالحلقه على طول، نبدا بالتحديات. خلونا نحط الجولد يطبخ. اوكي حط الجولد. خاف يطبخ مع شيء ثاني يصير مشكله، يعني نخلط مع هذا الاشياء اللي جوا ذي. يجي هات هذا، تفضل المنتم. اوكي، الجولد هنا. الالمنتوم طار علينا، بس يلا ما عاد نسوي كذا ولا كذا اصلا كان يبي. اوكي، ابغى اكسر هذه وهات هذه هنا. اوكي، خلصنا التحدي اللي هو هذا. طيب خلنا نشوف التحدي بس. اوكي، اللي هو اوبن. اوكي، خلصنا التحدي هذا. الريورد يبي يعطيني الفيل اوف موس. خلنا نشوف الموس كيف يسوى موس. اوكي، بالكرافتنج احط هذا الشيء يطلع على هين، هذا سهلات جدا فما انا ماخذه. هنا فلنت اوف ايش؟ فلنت اوف مدري ايش. او كذا وكذا بالنهاية ما تدرون. خلنا ناخذ هذا. اوكي، لانه بسوي بو شيء الحين، بشوف هل يضبط ولا لا. لو حطيت الشفل حطيت عليه هذا، اي والله يضبط، فهاته. اوكي، طيب الاشياء هذه بحطها هنا هنا. الالمنيوم براس حطه هنا، هذا الشيء حطه هنا، هذا بيسوي بقير بعدين. اوكي، طيب نشوف اللي بعده، التحدي اللي بعده. ايرون، يبغى لي اطبخ ايرون. ابجريد تول. اوكي،
اذا مدري ايش فلنت يور ويل نيد ايرون. اوكي يحتاج لي ايرون انجت واحدة. اوكي نجيب لك ايرون. وماله كيف افضل اللي هنا بالتانك؟ دقيقة دقيقة. اوكي اطبخ لي حبتين زيادة. وهذي ما يحتاج بسريع. ابغى افضي اللي جوا هذا، لان الجولد. لا والله احتاج الجولد. جيب خلنا نحط هذه هنا. افضي الجولد. اوكي هذه حبة جولد الاولى عشان ما بس ما يضيعن علينا، فاهمين؟ هذه حبة جولد ثانية. طيب دقيقة بجرب شيء، لو ضبط اوه بيطلع شيء شيء انما ايه. اوكي حط كذا. اي والله يضبط، بس انا كذا ضيعت جولد. اسمعنا يلا يعني. نسوي خلنا بشوف شو بضيع الحين. بضيع الالمنيوم. لا الالمنيوم حط حبة، نطلع الحبة هنا. اوكي وش بقى هنا؟ فيه اللي هو الالومنيوم نجتس كبها، فيه الايرون نجتس. اوكي طارت علينا يلا ما عليه. اوكي المفروض اني ما اعبي التانك اشياء كذا ما احتاجها. اوبسيديان. اوكي طير انت يا باشا، حطه هنا. اوكي كذا يكون فضينا التانك. في شوية لافا، يبغانا نجيب باكيت. باكيت نروح نجيب لافا. اي نسيت اقول لكم بعد جبت لي تشيكبوهم بالحلقة اللي راحت. الزبدة ان الحلقة اللي راحت كانت اغلبتها فرفر، يعني ما كان فيها اشياء واجد. فكويس اني يعني كويس اني ما طار شيء شو اسمه، يعني ما سويت شيء، يعني كله فرفر بس، فاهمين؟ يعني كنت اقول لكم برب شوية بنظر زين كذا وبرجع. ف بالاخير جبتني ضغط ميوت، فشكرا لي. شكرا ايها المايك العزيز. اوكي اوكي مرة الاكبة. اوكي دز لستوديس يا مدير. اوكي صفط هنا يا مدير. اوكي حط اللافا هنا. اول حبة ايرون سملت يا بوي. طب خلنا نفضي اغراضنا بس هنا. الاشياء اللي ما احتاجها، الاكل هنا، الجولد، الكلي. مشكلة في اشياء مرة محتاجة، خلنا نحطها هنا دي. احط هذه هنا. اوكي اوكي عندنا ايرون حبتين حاليا. اوكي هات الايرون اللي بعده. اوكي حبتين ايرون، اتوقع كذا خلصنا التحدي. طيب اوكي وش هذا؟ جوس، خلنا ناخذ الجوس. طيب وش هذا؟ ما ادري وش والله تصدقون. اوكي هذا زي البارل لكنه اوكي. طيب هذا شو نحط فيه؟ هذا تدري شو نحط فيه؟ انا اوريكم شو نحط فيه الحين. نحطهن هنا ذولي. اوكي جيب الكابلستون. لا يا لوح. طيب ما عندك مشكلة. طيب كيف اطلعها؟ كذا حط فيه الخشب، حط فيه الخشب الزيادة بعد. اوكي طيب خلنا نحن نسحب عليه ذا ونشوف نكمل التحديات واتفاهم معه بعدين. طيب
كوبر. اوكي يعطينا دجاج ولا وش؟ خلينا نسوي سهل الكوبر جدا الحين، بس كله طبخه اتوقع الباقي، فيبدو ان الوضع سهلات الحين. طيب اللي بعده اوكي شوف وش اللي بعده يا ابوي. اوكي يلا يلا سريع سريع يا شو اسمه يا كبر. يلا انا خلني بس افضل الاغراض اللي معي. اوكي الايرون والالمنم، الايرون هذا، الاشياء هذه هنا، الخربيط هذه هنا، الكول فوق، هذا الشيئين هنا، الشيء هذا حطه هنا، الجوز ما يزود شيء فرجعه هنا، حط هذا هنا، المانا بينز حط هذا هنا، الجلاس حطه هنا. اوكي خلصنا. اوكي مالتن كوبر. اوكي خلصنا التحدي هذا، نشوف شو يبغى بعده. تنكر اللوي انجت. طيب خلنا نشوف اللوي اللوي. اوكي كيف كيف يبغاه؟ يبغانا برونز كوبر. طيب ما يمدينا اسويها باي طريقة، لازم اسوي بالفرايزر. اوكي لازم اسوي البولفرايز. دقيقة كيف اسوي تنكر؟ دقيقة انه هو اصلا من تنكر اتوقع. لا والله من ثيرم فاونديشن. لازم لنا اوكي برونز. طيب كيف اسوي برونز؟ برونز يا ابوي برونز، ما في اي طريقة اسوي البرونز بالله. دقيقة اصبر، لو ادمج هو كوبر ادمجه مع شيء. اوكي لا ابغى استخدامات المالتن برونز. اوكي طيب نجرب، اذا ما احنا خسرانين شيء خلنا ورقة بس اللي هو تن وكوبر. فا يب خلنا نشوف تن. عندي حبة تن حطه هنا. اوكي سريع اخ يا الله، وحط الكوبر حبتين هذي او واحدة تكفي مو بشرط تن، لانه بشوف بس هل تضبط او لا فاهمين. اوكي نسينا ناخذ الريورد ذات تقول. طيب اوكي تشيكن. طيب بتر خلينا نشوف البتر صار فيه غلط فني. دقيقة بتر اوكي. طيب شو استفيد منها؟ كلها اكل يعني بالنهاية فما فرقت وش اختار. بس باخذ الروتش، خلنا ناخذ ذي. خلنا نسوي هذا، نحط هذا هنا. هذه الشيء يضيف لها ريبير اللي ما يدري، بحيث انه يعني هذا البيكاكس تشوفون اول الحلقه كان للنص تقريبا، فالحين صار فل. اوكي عندنا برونز الحين. طيب اعطنا برونز. تكفى قل انه ضبط. اوكي ضبط. طيب كوبر تشيس بليتس تشيدر. اوكي وش مش اختاره؟ خلينا نختار الشيدر. الجبن يرد. طيب البس الدرع يا ابوي. طيب الشيء الاخير بهذا يقول لك نبغى تول رود. اوكي تول رود يبغى اللي هو سؤال اي واحد يبغى اللي هو يبغى ماتيريال بلاستيك. ماتيريال بلاستيك كيف اسوي الماتيريال بلاستيك؟
اها هنا المشكلة. You have your bronze tool is taking longer level ما ادري ايش شبا 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 خرا خرا بر شبا بر 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 بش المشكلة ما ادري شو ابغى بالضبط. بلاستيك كيف بسوي هذه؟ طيب خلينا نشوف البلاستيك اللي هو يقول دي. نكتب تقول لي ابغى دي. اوكي مولتن بلاستيك. اتوقع اني ابغى نروح نجمع دقيقه احنا معكم هذه كنا نجمع نشجر ذا خلاص ونجي. يعني جدا سهلات الوضع. دقيقة نحطها بيسفول. اوكي وانا اقول ورا قبل شوي الحيوانات ما تهجم علي. يلا يلا يا ابو داحم يلا ابغى الشجرة هذه. اوكي شخين يلعب وشكرا. ابغالي معدات من برونز عشان اكسر الشجرة هذه. خلنا نفضل الحال. ها اها تشذي النظام اجل. يلا خلنا نروح نسوي لنا اجل. اجل راح اسوي لي اكس وبسوي لي سيف مرة واحدة بحيث انه لا وبرجع لكم اول ما اخلص. يلا بي رايت باك. اوكي سويت هذا البرونز سهلات ما قعدت منك ولا دقيقتين. يلا خلنا نروح نكسر الشجرة. هن تقول لي والله لا والله لا اقوم اجلدها يا شيخ. ها وش شكلها هنها بمعنى ما ادري شلون اش ترجم لكم اياها بس انتم مفهموا بس فهمت انه مش فارس راح لكم الكلام اللي بصيم يا ابوي. طيب عشان كم يتطور ذا يبغى له وي امزح يجي له 600 كسرة عشان يتطور لانه الالات هذه تتطور من نفسها. مثلا شوفوا هنا عندي البكاكس هذا البكاكس اللي اول ما جاء من اللعب ولا ضفت عليه ولا شيء. لو تشوفون مكتوب لك سكيل اكس بي لو تشوفونه هنا سكيل اكس بي 83 من 161. فكل ما كسرت هذا العدد اللي هو ال 161 لو كسرت 161 بلوكة يتطور فهمت. الحين جاء عندي اوتو ريبير جاء عندي لكي جاء عندي مدري ايش جاء عندي ريفاين دكت مدري ايش الزبد انه زي كذا فاهمين. بحيث انه هو شو اسمه يضيف نفسه اشياء او يطور يعني بكثر ما استخدمه بكثر ما يتطور فاهمين. فخلينا نرجع الحين. اوكي خلنا نشوف الجبن هذا كم يزود. اوكي ناكل جبن نقلب فيران شوي نشرب. اوكي ابغى انا ايش كنت جايبه. اوكي كنت جايب ابى احط هذا فوق واطبخ يا ابوي اطبخ يا مدير. يلا يا مدير يلا. اوكي هنا في كل هنا سريع يا مدير. حط هذا هنا وحط الكهف تحت. يلا الحين اين اللي تحول بلاستيك هذا لا ولا هذا. اوكي هذا اللي يتحول بلاستيك يتحول الى سائل بلاستيك. طيب انا دقيقة اصبر ما فكرت بشيء. التول رود دقيقة تول رود اوكي بلاستيك ياب ياب خلاص تنفع ذي. فكل اللي ابغاه الحين ابغى هذي وابغى هذي ابغى اللي هي تول رود. تول رود بن اوكي طيب.
اوكي حط هذه هنا. لا يا لوح، لك انت لوح، انت لوح. دقيقه اوكي تضبط هنا لو احطها كذا. يمكن لازم احولها الكبيره، ما ادري. سريع سريع يا ابوي سريع. اوكي حط هذه هنا. ماتيريال بلاستيك تول رود. اوكي سويتها. كوبر كنايف، اخذ سفاري نت ساينجيوز، والهذي خلنا ناخذ ذي نشوف ايش فيها. اوكي خلصنا تقريبا حقت التنكر كونستركت. الحين باقي لي اللي هو الهادي. هذه مشكله عندي انه هذه كيف، بس هذه كيف اسويها؟ هذا السؤال. شافل هيد بنت. اوكي دقيقه، تدرون دقيقه، خلنا نسوي لنا سيف مع بعض عشان بس هذا السيف. وابغى اللي هو نشوف هنا السيف كيف يتسوى. ابغى اوكي ايش في فجأة جلال. نام يا مدير نام. اوكي ابغى ما انا يعني هنا موجود شات حبة. ابغى هذه. اوكي الماتيريال ستون اوبسيديان. اوكي اوبسيديان، هات اوبسيديان، عندي اوبسيديان. حط هذه هنا بحيث ان الاوبسيديان اتوقع بيقويها. اوكي وهات هذه. ويبغى تول رود ولا ستيك؟ هذا اتوقع ستيك. او تدري خلينا نستخدم هذا بما انه عندنا كذا. اوكي ايرون برود سورد. اوكي وسوينا لنا سيف. خلنا نشوف طيب هذه ايش فيها. اوكي بقرا. طيب المشكلة انه ما ادري ايش يبغى هنا، ولا كان كملتكم الحلقة بس مشكلة ما ادري ايش يبغى هذه. ولا يمدينا الحين خلاص قفرت التحديات، لازم افتح هذه اللي الفارم فيكتوري. طيب دقيقة دقيقة علشان هذا دقيقة. ابغى موية، موية تحت. اتوقع انه يطلب مني اني ازرع. طيب نسيت اسوي لي هوم، ما ادري كيف بسوي الهوم من تينكر كونستركت، بس يلا يعني نقول ان شاء الله يضبط. هو اوكي هذا شفل. مشكلة والله ما اعرف وين الهو بال دقيقة. هو ما ادري شو اسمه الهو بعد بالانجليزي، هذه المشكلة. اوكي مشكلة ما يمدينا نستخدمها. طيب هو اوكي هنكتب هو. هو وش هي جو؟ اي وراه. اوكي المشكلة ولا واحد يمدينا نستخدمها من هذولي. فالظاهر اني هذا كيف بسويها؟ طيب المشكلة هنا ما يمديني ف لا دقيقة اوكي اضغط هنا. هذا ايش؟ يقول لك نايف، لا اروز، مدري ايش بتر ساين. هذولي سيوف. اوكي شيفت كليك
بليس هذا بيك اكس هذا شافل هذا هيت اكس. لا تقول لي دقيقة لا ما ينبع كيف اسوي هو هذه مشكلة عويصة جدا. والله مشكلة صدقون. فالمشكلة انه ما ادري كيف اسوي هو هذه المشكلة. فاتمنى انكم تساعدوني بالكومنتات نشوف حل هذه المشكلة اللي هي اوكي انه ما عرفنا اللي هو الفارمينج فاكتوري. دقيقة هذه بني مود ما ادري والله دقيقة. فاتمنى انكم تساعدونا بحل هذه المشكلة. شوف وش كيف اجيب هذولي لان هذول الخشب اقدر اسويها لكن مو راضي تطلع لي. فاللي عرف اتمنى اكون لكم شاكر للي علما. ف بس الى هنا وصلنا نهايه الحلقه. اتمنى ان الفيديو عجبكم. اتمنى انكم ما تيسرون باللايك والفيفورت والسبسكرايب والاشياء الحلوه هذه. دعمكم يعني لي جدا شيء كثير وكومنتات بالذات يعني تحفيز وما تحفيز زي كذا. فبس الى هنا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى الفيديو عجبكم. اشوفكم على الف خير حبايب قلبي. مع السلامه.